للباتو نتاع النجات. فما امور كما حكينا اللي هي اغلبها ماديه زعما تتحل بلي تو بوسيبل، امور تسييريه اللي هي عاجله كما فرع كره اليد بار اكزومبل ما فماش تدريب حتى لليوم، يلزمها هي اللي معناها تبدا تحل في المشاكل. ان شاء الله الفتره هذه نتاع الانتخابات ما تفوت ما تطولش، سيرتو ما تطولش خاطر الشامبيونات باش ترجعوا في الفروع الكل يوم. ونستناو توا شنو باش مصير القائمه هذه من لجنه الانتخابات. بعد شويه ناخذ احمد كوندورا من لجنه الانتخابات يعطينا هل شنو التفاصيل شنو صاير لحد الان. على كل انه انت حكيت على فرع كره اليد، شنو صاير فرع كره اليد في نادي الفريق؟ ظهر لي سنه موسم صعيب برشا، وحتى بدايه الموسم هذا كيف صعيبه برشا. الاسبيرونس رجعت لنا وتحافظ، قاعد نشوف في انتدابات اليوم اخرهم يوسف معرف امضى في الترجي اليوم، فراس جديد لاعب النادي الافريقي امضى ايضا في الترجي، مفاوضات ايضا حتى مع لاعبيه من النادي الافريقي باش يمشوا للترجي. ليتوال كيف تحضر ولو انه اقل شويه، فما مشاكل نتاع فلوس، الكلوب ويني من هذا الكل؟ الحقيقة فراغ تام، يعني حاولنا احنا نلموا شمل، حاولنا نرجعوا موا للتدريبات، عطينا دو فوا معناها دات دو ريبريز، سانا با ايتي ريوسي معناها ريبريز. جوارات عندهم حق، زادنا فما برشا مش خالصين حتى السي موا، والإدارة معناها سي عبد السلام زاد لا في مشاكل أكبر نتصور، وعنده برشا مشاكل وقابل اللاعبين ديرنييرمون مازالوا ما لقاوش معناها حل. لونتر تون معناها التدريبات لازمها تبدا، وحاولنا نرجعوا، لكن فما ساعات تحس ديما فما عصاف العجلة، فما شكون يحبناش نرجعوا، فما شكون جنسو با معناها مرتين سانا با ايتي ريسي، مره جوارات زون با اكسبتي باش يرجعوا. بعد كيف لمينا شمل وحبينا نرجعوا، القاعة جملة لقيناها مسكرة، والرئيس معناها ما كانش فما تنسيق. علاش لقيتوها مسكرة؟ ولكن فما تنسيق، كان فما كل شيء قدام السالة، قعدنا نستناو ما فماش عساس، روح صفار جاتو تعليمات ما جاتوش تعليمات، الرئيس يبانش نعملو رينيون قبل التدريب، اعتذر باش يجي في الصاله، انا بعد اللي مشاو له كلك جوار حدا للبيرو نتاعو. في الاخر بون لقيت روحي كمدرب بالبنين معناها بين لي جوار، بين المسؤولين الحاليين اللي هما معناها زي عبد السلام ومعرفش شكون مازال معاه ديجا، معناها هذول اللي وحده بور لو مومون، هو قاعد كان لمكاتب في كرة القدم حمزه وسليتي او عبد السلام اليونسي فقط. دونك كمدرب هذول اللي عملت اللي عليا عام كامل معناها، وقررت الانسحاب يعني معناها تو حتى جيت بحذاك يمكن اول مره نقولها، يعني ما انسحبت يعني رسميا من التدريب النادي الافريقي. اليوم ما عادش مدرب النادي الافريقي معناها؟ حتى شفناك في الصور اللي خرجت قدام القاعة وقت قبل تدريبات، كنت موجود، كنت باش ناوي باش تراني معناها موجود ومتوني، وجوارات جاو مرة ما جاوش جوارات، مرة ما جاوش لي ديريجون، دونك جو سي با اني معناها هذول اللي عملت أكثر من اللي نجم نعمله بالنسبة لي يعني كمدرب، يعني كنت وحدي عام كامل في فرع، في فرع كامل مو وحدي معناها، لا رئيس فرع لا مساعد مدرب لا مدير فني، كلهم استقالوا يعني. أما ما صبرت وحبيت هذا بعد كونفينمون نعاون في الروبريز ونحط مو التران ومارش، وبعد يعني ننسحب. اليوم نلقى روحي ما عادش نجم انا نستنى اكثر من هكا، وسرتو تتواصل قاعد مع المسؤولين وما فماش اتصال؟ لا اي فما 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 تواصل، نحكيو كل شيء كان الهوند وانا نحكي وش عليه باش تحكي شنو كل شيء، نحكيو في المشاكل الفلوس، الجوارات يسالوا فلوس عاملين عليه ضغط، هو ما هو زاد عنده برشا مشاكل مسكين من البلايص الكل. ما نعرفش اش ينجم يوفق بين هو ينجم يرجع كيما رجع الفوتبولور رجعوا بداو يدربوا نابيروسي باش يرجع. حكيتوش على العوده؟ حكينا العوده من الاول كانت سي با لا بريوريتي حسب ما فهمت، وبعدين جي بروفوكي ان بو لي شوز باش نعملوا دات تاع روبريز وباش نعملوا ريونيون وباش او موا نبداو معناها لا بريباراسيون فيزيك، معناها نعرفوا البطوله تبدا دون ان موا، وما نجموش احنا جوريت يقعدوا مازالوا ما رجعوش بالكل، وبعد نتحمل اني مسؤوليه كامله، وما يلزمني وقت باش نحضر ويلزمني وقت، ما نجمش اني كي متحمل عام كامل مسؤوليات واني قاعد ندرب
كنت مستعد نعمل كل شيء على أساس عندي ثقة في روحي وفي اللي نخدم فيه باش نرجع وحدها نقدم وانتيتر قوى أنا أثناء. ولو هو كان تحذيرات لكلنا نحذروا جمعية للعامة المئوية اللي هو أثناء تلقى روحك يعني مؤخر برشة طبعا للقسم تاع الكورونا الحقيقة ضرتنا برشة والتوخيرة تاع الجامعة ضرتنا أكثر يعني كنا نترانيو ما قاسيناش يعني عاملين جروب سواء انديفيدويل سواء بار دو باش كان نرجع البطولة ديريكت كنا نجمو نبداو في الماتش وبعد نفضلو مشاكل نتاع اخر اتصال مع عبد المليون في شنو ما وعدكمش بحاجة حكيتوشي في حاجة ما فماش حاجة ملموسة تو ولو قلت لي انسحبت على دونك ابدا ما فما حد شيء على ذاك خيرت انسحاب انت والله ما عندي علم اللي هو كيف نداهم نهار بريز وعطاهم ان بروبوزيسيون ما جوارات ما رضاوش يعني فما بروبوزيسيون والله فما انا وعود في انه يخلصهم بشكل اخر يعني ما عنديش لي ديتاي الكل لكن لي جوار بشكل يحبوا فلوس كيفاش يخلصهم انا فهمت انا دوا بشكل اخر فما شيكات فما كمبيالات واذا فما وظائف جوارات ان 6 شهور ما تتحملش فما عندهم عائلات فما عندهم صغار هم يحبوا سبيس خدمتهم يحبوا يبدوا يتوشيو شويه فلوس يعني ما فهمت فما اللي يتسلف قديه يسوي فلوس من العبيه قدام شهرين فما اللي خالص حتىش نوفمبر فما اللي خالص شتر ديسمبر حتى النوفمبر معناها 8 9 شهور هكا يعني بكلهم يمكن واصلين للنوفمبر وفما اللي خذا يعني شتر ديسمبر معناها بين 9 و 8 شهور هكا لا اقل كي تحسب من ديسمبر لاخر العام يعني فما 5 شهور ونص من ديسمبر تحنا في جويليه تو اي ما هو فعلا اللي فانت كونترا نورمالمون 30 مي الكوندرام داح بين 5 و 6 نقولوا لا 5 6 شهور وبار لي ترونش اللي هما بخلاف البريميت فما دي ترونش وما خذا كيف يصحوا يصحوا فما يمكن الانتير يتقسم ترونشات كل ملاعب كيفاش ويخليه شويه متاع يعيشوا به يعني تبدا ما فماش سالير ما فماش لي ترونش يلقى روحهم في صعوبات كبيره واللي ترونش تمثل من 3 4 شهور كل ترونش يعني يعني كان نشوف الكونترا تلقى يعني شاتره مش خالص فوار اكثر انور التظاهري لعبت ادوار التظاهري نفس الشيء بالنسبه لاسعد دريدي كان بحذايا ورجي الساحلي في الفوت حكي على معناتها حاجات يعملهم حتى لاسعد دريدي معناها يوصل يعطيهم مصروفهم معناها لاسعد دريدي كيف الكلام هذا قال لي منوبي حداد معناها كيف الديكلاسيون واحد اخرى في الفوت ظهري لعبت نفس الدور انت في الهون ولين لعبت لادوار الجول ناقص كان حارس مرمى يعني هو واحد يعمل حاجه يعملها ديما في المصلحه العامه فهمت يعني بيدي وصلت لمرحله اللي ما نجمش نصبر حتى يعني ماديا يعني بيدي راني وصلت واخو شهر حتىش الجا نوفمبر يعني يعني تاو شتر كونتراتو مش خالص فيه يعني نسال اكثر من شتر كونتراتو يعني مي اللي عملته كان ديما في المصلحه العامه انت اخير شويه ولا اخذت شيكات سمعت هكا ولا ولي شيكات حتى هم عندهم دي شيك فهمت ديما ومشكلة الشيكات ما تحلش كيبدا واحد حاجته بفلوس فهمت فما دي شيك تعدى يعني وفما دي قريب وقتها صاروا تمدوا فيهم دي شيك وتو انا عمل الوقت الانستيتيف صار دو تروا قريب يعني وصلنا عملنا ماتش لطوال في سوسة يعني تلقينا في يعني بريسك قبل بساعة من الماتش قصور الصيف ما مشاوش مشاوش جونيور ماتش الديربي يعني اخر وقت وفي بناش باش نلعب ولا لا مقربين من غير انترمون لعبناه انور اول الموسم كان فتحي التوجيني رئيس فرع انتدابات كانوا كبيره محمد علي بحر نتفكر ملاعبين اخرين ذكرني انور وكانت فما برشا طموحات معناها في النادي حمزه ايضا علي مصطفى ملاعبية معناها باهين كان فما طموحات أخرى نتصور شنو كان الديسكور متاع أول عام وشنو تبدل بعد أنا والله الديسكور كان معناها فما الأمور منظمة خاطر العام اللي قبله والعام اللي هذا الجهور عناه وزاد يعني الروبريز تاع أوت السنة رجعتهم بار يعني تجي بروفوكي لا ريونيون الأولى كيما تو بالضبط سينون في الأقل حتى ندبروا فلوس سينون وقتها كانت لا بريباراسيون بدينا مأخر بعشر أيام وقاسوا عنهم السيزون اللي فات يعني كان ذكر يعني دمي فينال كانوا مقرفين دمي فينال كانت تمشي جينيور اللي دمي فينال تاع البطولة عم ناول دونك السنة
باش تحسن الامور. انا بيدي عندي برشا مصالح يعني سيبتها وعندي ما عندي دي بروجي نتاع يعني سيبتهم، وما كان صعب اني نرجع حتى نرين يعني. جاتني انا وعود لاني باش فما الجوار اللي يخرج كل شهر وشهر يعني اخر حاجه نحكي فيها هي فلوسي يعني على العالم ديما نحكي على الجوارات قداش يخلصوا، اسكو نجم نلقى يعني تيرا فافورابل باش نجم نادي اللي عندي. ومن غير مبالغ يعني من اوت الدواء يعني ما فماش جمعه ما فيهاش مشكل، اسبوع يعني اسبوع صحيح نتاع عمل من غير ما نحكيوا على فلوس من غير جرافات ما فماش عام كامل بالحق معاناه يعني. يمكن خدمت جمعه وحيده ولا باش من باش من ما نكذبش وقت اللي دخلنا صيف البطوله العربي وحبينا وقتها الجوار وين حبينا نتلم وما نحكيوش على الفلوس كان ديسيزيون يعني باش نتلاو وافكسا فما البطوله العربيه شكون جا باش نحكيو باش شوشور وغيره وغيره. باش نسلك عندي على فتحت وجان يعني قعد شهر شهرين وبعد ولات مشاكل الفلوس انسحب ما عادش موجود بالكل. يعني بعد قال هاني موجود مش موجود يعني نبداني لامم من الجوارات وغاتس في مشاكل هو من سيدو لوت كوتي من التيرا ويقف هذا البنات يعني انسحب من الولاد. وبعد جات استقالة متاع المدير الفني بعد جات استقالة متاع المدرب المساعد وبعد جات الاستقالة متاع المدير الفني لشوبين. وقعدت وحدي في فرع لقيت روحي تضرب جوار نهزو الكلينيك نصرف من جيبي سينو يقعد ملوح. فما جوار يعني قعد شهر ونص العملية زي ما تتعمل ويرجع رامي ست يزم يرجع مرمو يلعب قبل بطولة عربية بشهر رجع قبل بنهار اللي نقيت روحي يعني خلصت العملية اللي مش شوية يعني 5-6 ملايين باش نحكيه وعطى فصل هذا الكل مزيد قاعدة معنا متواصلين. تبع شوية البارح كان فما نيفل سيم جمعية كبيرة في تونس سنوة والله مش نتبع برشا يعني كي نقلق سبور راني مش بدري دو ماشي دخل الجمله البارح 92 سنه الجمعيه هذه عملت سي بي نحكيو هي جمعيه كبيره.